هل صحيح؟ إذا ذهب الإنسان إلى امرأة زوجها متوفى لا يجوز له أن يأكل من عندها شيء، مع العلم أن أولادها يعملون ويقدمون ولا تحتاج أحد. وهل يجوز إذا كان أولادها صغارا ولا يستطيعون التقديم ولا يعملون أم لا يجوز؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. لا بأس على المرأة إذا زارت أخت لها في الله وتوفى زوجها وقدمت إليها شيئا من الأكل أن تأكل منه، لأن هذا من مكارم الأخلاق ومن تطيب خاطر المزور. الزائر يكرم زائره، المزور يكرم زائره، والزائر يطيب خاطر زائره أن يأكل مما قدمه له، ولا حرج في ذلك، لا بالنسبة للمتوفى عنها ولا لغيرها، ولا بالنسبة لمن لها أولاد صغار أو من ليس لها أولاد صغار. الذي يقدم للزائر يأكل منه تطيبا لخاطر مضيفه.